فاكرة انها كده مش هتخسرنا لما تخرجنا خروجه حلوه، ولا تاكلنا اكله كويسه، ولا حتى تجيب لك هدمتين. بتدور لنا على اولاد الحلال اللي يتجوزونا المستريحين عشان يريحونا. على قد ما تعبت وشقت في الدنيا دي واشتغلت في البيوت، على قد ما هي مش فاهمه اي حاجه عنها ولا عن اللي فيها. ايه يا بنتي، انت كبرتي الموضوع كده ليه؟ في ايه مالك؟ فين ما بقتش طايقه؟ انا شامه ريحه للبيت دلوقتي وللمنطقه كلها، وحاسه ان انا لوحدي بس اللي شماها، ولو شمتها يوم كمان هتخنق. مش نور نفسه يمشينا كلنا من بيوتنا؟ انا بقى نفسي يمشينا بجد. على الاقل لما نترمي في الشارع ما نلاقيش بيتي يلمنا، هنعمل مستحيل عشان نتستر، بس نتستر بعيد عن هنا. لا ده انت تجيبي ازازتين معطر وترشيهم احسن. وانت فكرك ان في حد من المنطقه هنا هيمشي؟ انت بتحلمي. ده لو نور جاب بلدوزر وهدوا على نفخهم برضو مش هيمشوا. وبعدين انت ناسيه البيت عند امك ايه؟ احنا خلاص لبسنا في سماح وبقيت خدامين البيت ده كده. تقولني بقى حاجة تانية يا حاج؟ لا شكرا يا غريب، اتكل على الله واقف القبو وراك. يا يونس واقف كده ليه ما تقعد؟ خير يا حاج؟ خير إن شاء الله. أخبار شغلك يا يونس؟ الحمد لله. لا كان عليا وصولات، ولا كنت شغال في ورشة من الورش اللي كانت تبع الحاج. والقهوة والسايبر ما كانوش من أملاك الحاج الله يرحمه. ما انا مش عارضهم للبيع ولا مؤاخذه. يا يونس، وانا لو هشتري القهوه والسايبر بتوعك هشتريهم بالمبلغ التافه ده؟ هشتريهم برقم عمرك ما تتخيله. عارف يا يونس، كوبايه الشاي اللي بيشربها الزبون عندك لو شربها من الناحيه التانيه، عارف هيدفع كام؟ بكتير قوي يا حاج. بص يا يونس، الناس بتروح عندك القهوه، مش حد بيشرب شاي ولا قهوه غير لما يقعد يلت ويعجن ويتكلم في اي حاجه. انا عايزك تركز معاهم. في منهم اللي بيخاف وغلبان، ومنهم اللي لسانه طويل، ومنهم اللي بايعها ومش همه اي حاجه، كل واحد لسكته. انا عايزك تعرف الناس دي بتفكر في ايه. عايزك تبقى الراجل بتاعي. خد الفلوس يا يونس. كده احنا بنلعبها صح يا حاج. قدامك. هي دي يا بنت كل الفلوس؟ ما كمرتيش حاجة كده ولا كده؟ طب تلاتة بالله العظيم، هي دي كل الفلوس؟ وانا هكمر ايه يا نعيمة؟ ولا هكمر فين؟ وحتى لو فكرت ان انا اكمر، هو انا عندي حتة انام فيها؟ ده انا لاقية بيتها بالعافية. الواد هدى ما قالكيش هدي دول احنا اولى ونديهم الباقي؟ اخص عليك يا نعيمة، وانا برضو يا اختي ابيعك عشان خاطر هدى؟ صراحة بقى قال لي تعالي ناخد نص الفلوس، بس انا ايه اديته على دماغه. يا اختي انا مش حراميه. اقلعي هدومك وابقي ملطه قدامي ونفضي الهدوم قدامي. خدي يا اختي حته سلسله، ايه ملهاش اي لازمه. بتحلفي انك ما كمرتيش؟ لا انا حلفت على الفلوس، ما حلفتش على الدهب يا نعيمة. اوعي يا بنت تكوني سبتي علامه كده ولا كده وانت داخله ولا خارجه من الشقه. علامه ازاي يعني؟ كسرتي حاجه، قطعتي حاجه، ما هو تربايت. طب عليا النعمه، انا كان هين عليا ولا عليها في كام فستان من الفساتين بتاعتها دي؟ بس جت حاجه كده في الاخر قالت لي يا علي يا بنت. ايوه جرى ايه يا نعيمه؟ قافله عليكي الباب ليه انت والبنت ليل نهار؟ افتحي. حاضر حاضر. ايه يا هان؟ مش عارفه اقعد مع البنت خمس دقايق طيب خاطرها؟ وطيبتي خاطرها؟ اه طيبت خاطرها. اطلعي يا اختي، البوي فريند مستنيكي فوق في السطوح، شكله كده عايز يصالحك. لا ده انا هطلع له معاكي بقى لما اشوف هو عايز ايه منك بالظبط. يلا يا اختي هوين. يلا يا حبيبتي. يو
وهي تقول لك امشي من هنا تقوم انت ماشيه كده على طول؟ كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اثبت في الارض واقول لها لا هخدم في بيتك غصب عنك؟ لا بس تفهميها، تحكي لها الوضع. ما كانتش عايزه تسمع اي حاجه. هي سمعتني بكلم طه من هنا وزي ما يكون ركبها مليون عفريت. وبعدين اديتهم لي قدام جوزها يعني، انا الصراحه اتكسفت اخد ودي معاها في الكلام قدامه. طب وبعدين؟ معرفش بقى. هقول استنى لحد ما نعيمه تشوف لي بيت تاني اشتغل فيه. المشكله انك انت المفروض شغاله في مدرسه. هنقول ايه لطه لغايه ما نعيمه تتصرف. وتصرفي انت بقى ولا انت غاويه بس تورطيني؟ انت تروحي لها وتحاولي معاها تاني. بقولك يا وفاء، انا لا جلدي تخين ولا ما عنديش دم يا اختي. الست زي ما تكون طردتني من بيتها، روحي اقول لها ايه؟ تروحي لها وتتكلمي معاها. انت كده كده لازم تنزلي الصبح كانك رايحه المدرسه عادي. ولو حصل لو ما اتفقتيش معاها نبقى نقول لطه ان المدرسه حصل فيها اي حاجه وخدتي اجازه لغايه ما نعيمه تتصرف. انا مش عارف انا هفضل ماشيه وراكي زي الهبله كده لحد امتى. لغايه ما تعرفي تحافظي على لقمه عيشك يا اختي. ما هو لازم غراميات مع صيتها في التليفون عشان الست تسمعك. مش عارفين تستغنوا عن بعض شويتين بتوع الشغل دول. يعني ايه مش هاخد نصيبي دلوقتي؟ احنا فينا بالشغل ده؟ لا نعيمه ده انا افضحك، ارتكب لكم جنايه هنا. علي صوتك كمان يا اخوي عشان الناس تسمع. ها ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتقاسموا. ما هو كلام بالعقل برضو يا نعيمه، مش المفروض كل واحد ياخد حقه يا اختي دلوقتي؟ كل واحد ياخد حقه بس بالهداوه مش كده. الفلوس دي لازم تتدارك، النعمه لو ظهرت على اي حد فينا هنتجاب واحنا مش ناقصين. قول لهم اخوي. يا اختي ما هو تبعك، ما يقولش كده ليه؟ سمع الحيوان بتاعك بيقول ايه؟ اكتم يا حوده، الكلام شكله صح. انا مثلا ما اقدرش اخد الفلوس دي هي تروح اسد الدنيا لنور؟ الا قولي لي يا اختي، هي مروه لما ترجع وتفتح الخزنه بتاعتها هتعمل ايه؟ هتبهدل الدنيا وتطلب البوليس. انا وانت بس اللي في بوز المدفع، اولك شي لازم هنتشد. فلازم لما البوليس يجي ويتطقص ويسال ويفتش ما يلاقيش النعمه ظهرت علينا ولا يلاقي الفلوس دي عندنا. انا حدارة كده 3 ايام في البلد، قال يعني بلم فلوس الدين. وانت يا اختي لازم كل الناس تشوفك وتشهد انك انت ما طلعتيش من باب البيت من ساعه ما السرقه حصلت. وانت يا اخويا فلوسك هتجيلك وهتاخد نصيبك. طب انا دلوقتي عايز الميكروباص، ولو ما دفعتش للراجل فلوس هيروح عليا، وانا بقى من الاخر عامل الحوار ده كله عشان خاطر الميكروباص. انا ما صدقت وقعته. ممكن تدفع 5-6 آلاف جنيه عربون كأنك كنت محوشه، لكن لو دفعت ثمنه كله انت كأنك بتقول للبوليس تعالى اقبض عليا انا الحرام. وقال كانت مستحرمه السريق. ده انت طلعتي معلمه وزعمت اصابع يا نعيمه واحنا مش عارفين.